مساء الخير. بعد موضوع الكورونا محور أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي، منبدأ مع سلطان الطرب جورج وصوف يلي نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية فيسبوك دعا من خلاله جمهوره الالتزام البيوت ريثما ينحسر خطر فيروس كورونا. كعادته ما خبى الجانب المستفز من شخصيته اللي بيظهر بكل حديث أو حوار له، وقال لجمهوره إذا ما بدكم تنضبوا بالبيت انضبوا بالبيت. هيدا كورونا هيدا شي مصيبة كبيرة، بقى انضبوا بالبيت لو سمحتوا، وإذا في شي ضروري بدكن إياه مش ضروري تظهروا من البيت، فيكن جيبوه أونلاين لأنه نحن صرنا بعصر الهاي تك. أوكي حبايبي أنتوا إذا ما بدكن تنضبوا بالبيت. رسالة شكر للطواقم الطبية، إضاءة تمثال السيد المسيح بريو دي جانيرو بصور لمحاربي كورونا تزامنا مع احتفالات عيد الفصح. أم الاختراع حلاق بمدينة ووهان الصينية يصنع قناعا مصنوع من أنينة وأنابيب بلاستيكية لخدمة الزبائن. منشوف سوا. بعدوا طفلتها عنا فور ولادتها لأنها مصابة بالفيروس. خلينا نشوف سوا ردة فعل الأم الإسبانية لما شافت طفلتها لأول مرة عبر الفيديو كول. منختم بفيديو طاغي فيه الروح الإيجابية والفرح. صفحة Change the Focus على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لجماعة الشمانف ينشدون ترتيل تريسو ستو بمناسبة عيد الفصح. خبر منكم وصلنا لختام جولتنا، لقونا بكرة بنفس الموعد ولكن مع أخبار جديدة.